هاي غرفة النوم، هذا التخت ان شاء الله يعجبكم. مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. رجعت لكم فيديو جديد يا جماعة. انا قررت اقلب حياتي كلها بدي اقلبها. انا اشتريت بيت وسيارة، طبعا بدي هلا اروح افرجيكم ياهن مشان نكون كلياتنا سوا. كلها بدي اقلبها، ما بدي اعيش شيء حاله، لأن عن جد مليت من الحياة ومليت من كل شيء. لهيك بدكم تشوف شلون حياتي كلها رح تتغير. هلا بس اصور لكم المكان رايح له، البيت والسيارة، شيء فخامة. فخليكم معنا ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتابعوا الفيديو الأخير. يلا شوفوا يا جماعة، هاي ماما أدخل على البيت. قلت لكم بدي أقلب حياتي كلها من أول جديد. ترى هاي طاولة يعني حيط فيها شوية مكسرات و الايباد تبعي وقت العب ببجي، وهي القطه ما عم تقوم البيت. شوف ان شاء الله يعجبكم. هاي الصور وهي الضيوف، هاي طاوله الاكل. شوفوا شيء رواق. هاي اللمبه طبعا بالارض. طلعوا قهوه. هاي المجلة هوت لأجلي. شوفوا فلافلة، كل شي تمام. هون الغاز، يعني كل شي جديد. جبنا شقوان، وهذا البراد. هاي برا، هاي مشان الكلب، هاي عظمته، هاي غرفة ولادي عبو ولعب عبدو. طلعوا يعني شيء مرتب، يعني مكلفه. انا المكيف كمان مكلفه، ما هيك ابو عبدو؟ هي غرفة النوم، هذا التخت ان شاء الله يعجبكم. هذا ما بعرف مين، وهذا كلاش نسواني على فكرة، يعني لحد يقول لي هذا مو لمرتي المستقبلية. هي الي، هذا كيس مين هون حيطه؟ الغسالة أهم شيء. المشهد مبكي هنا. هاي محل ما بيعملوا نونو. مغسلة. طلع الشامبو. غسالة. تنفتح عجب؟ شوفوا لحتى جواتها في، يعني ما منقص شيء على البيت. شوفوا هاي مري، شفتوا؟ وهي كأنه قلنا ما يقلون. هاي مكوي، مكوي ايه مشان يكو. شوفوا الفيشة شلون على الحيط. باكيت حمراء، باكيت حمراء كمان. انا ما بدخن لا من هاد. طارق عداحة تعملها. يا جماعة يعني عن جد شيء كتير 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 حلو. ورجيني كتب كتب وتقرأ من الجنان. ايه فرجيتهم. محصور بس ما عاد حسين شلون بدي اجيب. طاري محصور بس ما بيحسن يطلع لفوق، لأنه إذا لا يطلع مصيبة بدنا اثنين تحت يمسكوا وتطب علينا. بس حاول يا جماعة عن جد شيء كتير كتير حلو. تليفونك. فرجيتهم يا طارق. النت 5. العم في تليفون كمان، والله ما انتبهت عليه. تفضلوا. تطلع نبروك؟
تطلع وانا بروح فوق؟ نطلع انا بروح فوق ليش لا؟ هذا يلا فوق البركة احلى من تحت، تحت ما في شيء. طلعوا تحت الاراضي كلها فاضية لمبات يا دول، بس لمبات، وهذا البيت كله معكوس عكسينه، يعني شيء طبيعي ما راح يكون في 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 شيء فوق. يلا خلينا نفطر. كلك شيء لقمة؟ سمك من عندنا وين اسمع؟ ها سمك وبيض ني. شوف هذا عبد الشعب ياكلكم. انت معلم واحنا منك نتعلم. مبروك على الكرسي. وين الكرسي؟ لا ما اكلت، بس مبروك على الكرسي. كان ناقص صحن فول. شوفوا الخزن فتحوا كله كله ملان. كله ملان، ما منقصين شيء على البيت. الله يرضى عليها، تخاف من مرته اللي حيطن. ما منقص له شيء. طلع هون انت. كله ملان وبالعكس. هي طب ايش ليه كاتبينها؟ كاتبين مسيبين اللي بدورهم. جوز. جوز كاتبين اللي بدورهم. شوف. يا جماعة هون برات البيت. مش هذا الشيء يوم خطر لي اطلع ابروك. يعني شيء فاخر على الاخر. صورتكم طرف الثاني بس اطلع. لا سن. طبعا اللي ما بيعرف هذا وين صاير، مدينة الملاهي. هون في كتير مدينة الملاهي، فبظن ما راح تلاقوه. قولوا لي وانا بدلكم عليه. صورتكم يا من القفا. يلا. يا جماعة شوفوا هذيك سيارتي. صفيتها فوق يعني ما مجبور. وهذا هو البيت اللي قلت لكم عليه، شوفوا. يعني اطلالته كمان حلوة يا جماعة. هذا الفرن فيه سمكة، الله من شوية أنا أكلانه والشباب. شوف كله ملان. لما روح بيت غني ما بتلاقيك. لا هذا ما مفتح. شوف سمك ما حنيتها شو ما؟ إيه صورتها. صورتها؟ طلع. سلت زبالة. يا جماعة مثل ما شفتوا رأيكم وصلنا نهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. أهم شيء تفعلوا زر الجرس وحطوا لايك. حطوا لايك واستنوا غنية طارق رح تنزل عن قريب. كثير كثير حلوة. عجب نازلة بعدي قبلي؟ الله أعلم بعدي ولا قبلي؟ لا ما أظن. بس هي نظامية. وشفتكم بخير يا رب، أشوفكم بخير. سلام. يا جماعة حاطين غنية بالسيارة. طلع الأخوان اندمج كني على الغنية. أعطي واحدة طارئة بيتحمل صوت الأغاني. طلعوا.